خلاص بقى احنا جبنا نجوم كتير، الدوري هيبقى تنافسي اكتر. عايز اشوف سافيتش وبنزيما ومحرز، ايه كلهم بيلعبوا في نفس الوقت؟ طب عايز محرز، ارجوك هات ربع ساعه نشوف بنزيما بقى. يا جماعه طب والهلال؟ اختيار توقيت الماتشات في الدوري السعودي صداع. اخيرا النصر بدا الدوري معانا، الحمد لله على السلامه يا شباب. 5-0 على الفتح اللي بدا الدوري بشكل كويس، بس هيبه اللعب قدام النجوم دول صعبه برضو. تفتكر بعد فتره الانديه تتعود على مواجهه اللعيبه دي ولا الصدمه مكمله معانا شويه؟ بمناسبه الصدمه، شفت رد فعل ماني لما سلم على قاسم لجامي لاعب الفتح توأم علي لجامي زميله في الفريق؟ كان ممكن دي تكون لقطه الجوله او حتى الماتش، بس للاسف الاحداث كتيره قوي المره دي. ماني سمع كلامنا المره اللي فاتت ووصل بسلامه من باير، فينش رايق بعد باص سحري بالكعب من رونالدو عشان يفتح الماتش بعدها. ثنائيه المفروض نشوف منها كتير خلال الموسم. رونالدو بعدها فكرنا انه لو نسيته يعني انا هنا. شايفكم بتتكلموا عن ميتروفيتش وفيرمينيو وحمد الله وبنزيما ومنافسه على اللقب الهداف وكلام كبير كده وسقطتوا اسمي. لا تعالوا انا هنا، انا الاصل. خلاص يا رونالدو انت الاصل يا سيدي، ما بقاش زعلك وحش كده. ورونالدو الحقيقه كان حيوي جدا قدام الفتح من اول دقيقه، تحركاته وربطه للعبه مع زمايله وحتى بدنيا. عايزين نفضل نشوف الكلام ده على طول يا دون، ولا دي حلاوه غياب تاليسكا ولا ايه؟ تاليسكا ما كانش الجايب الوحيد برضه، عبد الاله العمري جاب كمان عن المباراه مع اخبار عن انه خلاص هيكون لاعب في الاتحاد قريب. العمري علاقته توترت مؤخرا مع النادي مع تراجع مستواه، والكلام عن رغبته في التواجد في جده يعني اتحاد او اهلي. تبديله قدام شباب اهلي دبي وسفرات الجمهور وتعليقه عليهم حاجات تديك انطباع ان الموضوع انتهى خلاص. نرجع للماتش، لعيبه النصر كان اغلبها ممتاز، كونان وغريب جابها ممتازه ومتفاهمه جدا، ما كانش ليه لازمه تلس خالص والله يا جماعه. في ثلاثه تانيين الضوء محتاج يروح لهم شويتين ثلاثه، اولهم انت عارفه وعيب قوي لو ما عرفتش مين الاسم، بروزوفيتش طبعا. دور في اي مكان في الملعب هتلاقيه، فن التحكم في رتم الماتش بكل هدوء، كشف الملعب كله على طول سواء الكوره معاه او لا، عشان كده لما توصلوا الكوره بتلاقي تصرفه اسرع من اللي حواليه. راجع الجول الثالث والباص اللي عمله لعبد الرحمن غريب، 7 كور طوليه صح من 7، 92 باص صح من 96، مايسترو يا بروزوفيتش. الثاني هو لابورت، مش هنتكلم طبعا عن قيمته في الملعب كمدافع، دي حاجه مفروغ منها، بس تاثيره على النصر بشكل عام وبروزوفيتش بشكل خاص. لابورت قادر يطلع بالكره لقدام بشكل كويس جدا، قادر يقطع مساحات اكبر في الملعب وبالتالي يساعد بروزوفيتش انه يعمل كل اللي عايزه. الثالث هو الصفقه الجديده اوتافيو، فاكر اللي قلته لك عن المراكز اللي بيلعب فيها الحلقه اللي فاتت؟ هو عمل كل ده مع بعض في الماتش. جناح محتاج مسانده هيروح، الجناح الثاني عايز يعمل مثلث مع الباك حاضر، رونالدو عايز حد يسند عليه ماشي، لعيبه الوسط عايزه حد يتحرك في المساحه سهل، في دور دفاعي مطلوب هيعمله. انتصار مثالي للنصر وبنتيجه كبيره كان محتاجها عشان الاجواء تهدى بعد اول خسارتين، وفي انتظار الافضل في اللي جاي. احنا هنسكت على العمل والنصر هنكسب الرياضه 4 عادي جدا، بس هتفتكر ده كافي للجمهور؟ لا طبعا. فين صلاح؟ فين ماركينيوس؟ جمهور الاتحاد بيضغط بكل قوه عشان فريقه يتحسن، خاصه ان احنا داخلين على اخر وقت في الميركاتو، مش هنروح كاس العالم يعني كده. ومش بس محترفين، في لعيبه محليه لازم تكون موجوده، مش كفايه خسرنا تنبكتي؟ كلام دلوقتي عن علي الاسمري لاعب الاهلي، طب ما بتفكروش تقطعوا اعاره عبد الاله وساوي من الخليج بعد البدايه الممتازه اللي عملها؟ نروح للماتش بقى، بنزيما اخيرا بيوقع لاول اهدافه في الدوري بعد ماتشين من غير تسجيل، عشان يرد ولو بشكل غير مباشر على الكلام اللي خرج عن خلافه مع نونو سانتو، واللي الاتحاد برده نفاه بشكل غير مباشر على السوشيال ميديا، واكدوا ان سانتو بعد الماتش قال انه سعيد بوجود بنزيما جدا. جول كان فيه سرعه تصرف بالكره وتحول من الدفاع للهجوم بشكل ممتاز، الجوده بتفرق برده. بس تفتكر حمد الله يسكت على الكلام ده؟ لا طبعا. هتجيبوا بنزيما؟ هترجعوا رونالدو الظاهره من الاعتزال؟ انا حمد الله، الدوري ده بتاعي والتسجيل فيه لعبتي، جولين منهم باكورد ممتاز عشان ياكد فعلا انه صوتي. بس استنى قبل ما نعدي الموضوع ده كده، نداء بنزيما الحمد الله عشان يلعب ضربه الجزاء لازم ياخد حقه من المدح، ويأكد ان الثنائيه دي قادره تلعب مع بعض من غير مشاكل على الاقل لحد دلوقتي يعني. جروهي قدر يحافظ على نظافه شباكه للماتش الثالث على التوالي، صد ضربه جزاء واستمر الاتحاد في كونه الفريق الوحيد اللي ما يستقبلش اي هدف لحد دلوقتي. صحيح الجمهور حقه يطالب بمتعه زياده في الملعب، عايزين فريقهم في افضل شكل، بس لازم برضو يفرحوا باللي بيحصل، مش هنكسب 4 ونزعل يعني. الشيء الحزين في الماتش كان رومارينو اللي ظهر عليه الحزن بعد تبديله للمره الثالثه قبل الدقيقه 75. الاخبار منتشره عن انه قريب من الحصول على الجنسيه السعوديه، بس لو ما حصلش هل هيمشي عشان يفضي مكان لمحترف جديد؟ طب هل في خلاف مع نونو سانتو؟ شكل رومارينو على الدكه ولحظه ظهوره على الكاميرا حزينه على اي مشجع للاتحاد مع ذكريات لروما. 9 نقط في الاتحاد ونقط ثانيه مستنيه الحسم في اخر ايام الميركاتو. هو انا اقل ان اللي كسب سكور دول يعني؟ تعالى يا رائد 4-0 انا كمان. الفوز كان مهم جدا للهلال بعد تعادل الجوله اللي فاتت، الهدوء لازم يرجع برده، كفايه اللي بيحصل حوالين الفريق. حسان تنبكتي وصل؟ ما وصلش، احنا مش اعلنا خلاص، بس ممكن يحصل تراجع في الصف، قضيه مفتوحه مش فاهمينها
ويمكن تكون اخر قضايا الميركاتو ده في الهلال. جوه الملعب بقى الهلال دخل الماتش بالقوه الضربه، 6 من 8 محترفين في الملعب مع اصابتين لنيمار وكوليبالي. ناخد شويه نقط كده نطلع بيهم من الماتش. اول حاجه لازم ندي مدرب الرائد حقه على اللي حصل من اول الماتش لحد الجول. حاول يلعب على استدراج لعيبه الهلال بشكل واضح لحد ما يلعب بعدها الكره الطوليه، وده بيخليه في موقف افضليه على خط دفاع الهلال سواء 4 على 4 او 3 على 3 عشان يوصل لجول الهلال بسهوله. بس لعيبته في اكتر من لقطه ما قدرتش تستغل ده، وبعد الجول انهارت كل حاجه. متروفيتش وحش كالمعتاد في المنطقه، وصل له انت بس الكوره وهو هيتصرف. بدايه ممتازه بجول من راسيه معتاده، جماله اكتر انه في الماتش الاول. مش بس كده، ده فتح الماتش بعد معاناه شويه للهلال. كان طبيعي ما يكملش الماتش مع انه وصل من 3 ايام وفرق درجه الحراره زي ما اكد خيسوس بعد الماتش. بس محتاج في الجول كده تاخد نظره على مالكم، معلش بص كده على تحركه وازاي سحب المدافع عشان يفضي كل حاجه لمتروفيتش. مالكم صفقه ممتازه لحد دلوقتي، يمكن ما كانش الكل مستني منه كده. وجوده ناحيه اليمين بيدي افضليه كتير للهلال. بونو خرج كلين شيت في الظهور الاول، تصديين في 5 ثواني كانوا مهمين عشان ياخد التحيه في اول ماتش. قائد بمعنى الكلمه في وسط الملعب اسمه نيفيز، اكتر لاعب عمل تمريرات طوليه صح، اكتر لاعب عمل عرضيات صح، اكتر لاعب صنع فرص محققه من ساعه ما وصل للهلال. لو محتاج اي حاجه في الملعب هتلاقي نيفيز معاك، تدافع، تهاجم، تخرج من الضغط، توصل المهاجم للجول، تلعب لعب مباشر، كده كده هو معاك. بس محتاج حاجه كده يا خيسوس، مش نيفيز لوحده يعني، ده الفريق كله محتاجين شكل واضح في الملعب، كل لاعب يكون في المكان اللي بيقدم فيه افضل ما عنده عشان تظهر احسن. بمناسبه افضل مكان، لاحظتوا الفرق بين سافيتش البطوله العربيه وسافيتش الدوري؟ هو موضوع المكان ده. سافيتش في البطوله العربيه كان واخد ادوار متقدمه اكتر، بيتقدم كمهاجم تاني اوقات وبيقدم اضافه ممتازه، لكن اللي بيحصل دلوقتي مش كده، فطبيعي مستواه يقل. المشكله ان مفيش بوادر لحاجه غير كده، ده لسه نيمار راجع له كمان. سافيتش في الاخر اتطرد بقرار غريب شويه يعني قبل ايام من القمه الاولى في الدوري قدام الاتحاد. اخدت بالك طبعا ان في حاجه مأجلينها للاخر. سالم الدوسري، صفارات الاستهجان على سالم الدوسري من جمهور الهلال موجوده من اول جوله تقريبا. سالم كان بيقابلها بهدوء في كل مره، قدام الرائد سجل هدفين وراح للجمهور واعتذر له مرتين. مش هنختلف ان في علامات استفهام كتير على مستوى سالم، بس هل ده مبرر ان جمهور الهلال يقضي على كابتنه بالبطيء؟ من حق الجمهور ينتقد اي لاعب، بس من غير قسوه زياده، عشان ده هيأثر على لاعب هو في فريقك اصلا ومطلوب منه يفيدك. انا ماليش دعوه بكل الاسكرات اللي في الجوله دي، انا عايز الثلاث نقط اهم حاجه. خلينا متفقين ان مفيش فريق هيلعب كل ماتشات الدوري كويس، البطوله دي بطوله نفس طويل، المهم لما تبقى مش في مستواك تعرف تخرج بالماكس. جمع نقط وبعد كده نشوف الماتش لما يخلص ونصلح العيوب. في وحوش مستنيين في الدوري، محدش هيصبر على حد. مش هنختلف ان الاهلي عمل ماتش اقل كتير من اللي فاتوا، حاول يشوط 14 مره بس مفيش ولا شوطه منهم كانت اون تارجت الا الجول. الاخدود كان بيدافع من اول لاخر دقيقه وده طبيعي، فريق جاي من الدرجه الثانيه بيلاعب فريق فيه محترفين بالقوه دي. الماتش فيه حاجتين مهمين محتاجين نقف عندهم، الاولى هو الوافد الجديد ميريح ديميرار. اتكلمنا قبل كده ان الاهلي محتاج حد يساعد في التدرج بالكوره، وجه الرد من ديميرال ولسه في انتظار فيجا كمان. ديميرال اثبت قيمته من اول دقيقه، انطلاقات بالكوره لمسافات عاليه، تمريرات طوليه كتيره، ومحاولات لكسر الخطوط، ده طبعا غير دور الدفاعي وتميزه في العاب الهواء. وحتى مع نهايه الماتش واحتياج الفريق لجول كان بيزيد لمكان اقرب للباك الشمال. مباراه ممتازه وانطلاقه مبشره من ديميرال. الحاجه الثانيه هي لقطه كده على اكونت الاهلي على سناب شات خلتني ارجع اشوف ايه حصل. لحظه جول كيسيه كانت الكاميرا على محرز اللي شاور ناحيه دكه البدلاء، رجعت كده تاني لوقت الماتش ولقيت في الشوط الثاني محرز بيتكلم مع ياسر، كان واضح من اشاراته انه بيتكلم عن الزياده العدديه للفريق. زياده جه بعدها فعلا الجول بتاع كيسيه، ومحرز بعدها شاور المدرب. حركه قياديه حلوه، ما هو اصل 5 بريمير ليج ودوري الابطال دول مش من فراغ. 3 نقط والاهلي مكمل بالعلامه الكامله، بس محتاجين نرجع للسلطنه والفوقان تاني يا ياسر. التعاون مكمل في انطلاقته الممتازه من اول الدوري، بس المره دي ماتيوس كاسترو قرر يتخلى عن الاسيست اللي عمله اول ماتشين ويسجل جول. هو الافضل من وجهه نظري في الدوري لحد دلوقتي بعد جمله جماعيه ممتازه. شابوه للتعاون على البدايه دي، هو والاتفاق اللي بعد فوزين خرج متعادل مع الخليج، 7 نقط من 3 ماتشات. الاجواء في الطائي مش مستقره خالص، هزيمه تانيه على التوالي. رئيس الطائي ما كانش موافق على كده وكتب تويت على تويتر بعد اعلان التشكيل، وشكله في المقصوره والفريق متاخر بهدفين يحكي كل حاجه. اعتراضات الجمهور كانت كتيره قوي على اكونت الاتحاد السعودي وقت اعلان مواعيد الماتشات، ليه كلهم يلعبوا في نفس اليوم؟ ليه في نفس الوقت؟ عايزين نشوف كل الماتشات،
البلاد اللي بره والحقوق اللي اتباعت كمان عايزين كده، محتاجين نزود نسب المشاهده. الرد كان من الناحيه الثانيه علشان ارتفاع درجات الحراره والجو في المملكه، وده مفهوم عشان النجوم الموجوده اللي مش متعودين على الحراره دي. طب نلعب 7 و9 طيب، وعلى المدى البعيد نبتدي الدوري متاخر على شهر سبتمبر مثلا، لحد الجوله الخامسه اللي اتعلن عن موعدها هتلاقي فرقتين على الاقل من الاربعه الكبار بيلعبوا في نفس التوقيت. مشكله دي. اخر حاجه ما ينفعش ما نتكلمش عنها هي مشكله نادي الشباب، تعثر ثالث على التوالي في الدوري والفريق من غير اي مكسب. اعتراضات كبيره من جماهير الشباب ضد رئيس النادي خالد السنيان مع مطالبات برحيل. الاعتراضات كان جزء كبير منها طبعا بسبب انتقال حسان تنبكتي لنادي الهلال. ناصر الكنعاني العضو الذهبي لنادي الشباب طالب رئيس النادي بالرحيل لانه ما اخدش موافقه مجلس الاداره على انتقال تنبكتي للهلال، وده مخالف للنظام. صحيفه الشرق الاوسط السعوديه بتاكد ان رئيس النادي اخذ تفويض رسمي وموثق من مجلس الشباب لانتقال اللاعب، وان وزاره الرياضه فحصت اجراءات الانتقال واكدت انها سليمه وقانونيه 100%. السنيان قال ان في عرض اكبر وصل ليه من النصر بس بعد عرض الهلال والاتفاق معاه. الاجواء مش مستقره خالص في نادي الشباب، واحد من الانديه الكبيره في السعوديه. امنياتنا ان الازمه تنتهي سريعا وفريق الشباب يقدر يدعم صفوفه قبل نهايه الميركاتو بشكل كويس. فريق كبير ووجوده مهم للمنتخب. ده كان كل كلامنا عن الجوله الثالثه. لايك شير سبسكرايب ونتقابل في الجوله الرابعه.